تحياتي لكل اخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. رمضان طموح والكذب المعلب، وان هو عامل نفسه ان هو هادي وان هو مش من هنا وان هو من وادي تاني والجمهور مش في دماغه ولا كابتن الخطيب فاهم كلامه، وهبين لكم كذبه في نفس الفيديو اللي هوريه لكم. احضر الفيديو للاخر لو سمحت، لا تقدمه ولا تسرعه ولا تجريه. شوف رمضان طموح قال ايه، وردينا في نفس الفيديو في حته صغننه قد كده اهو، ردينا على رمضان طموح بنفس كلام رمضان طموح برضه. وتعالوا لي تاني عشان عندنا كلام مهم جدا عايزين نقوله، ورد قاسي على رمضان طموح اللي طالع ان مش في دماغه لا جمهور النادي الاهلي ولا اداره النادي الاهلي ولا فاهم الكابتن الخطيب، وعامل نفسه من بنها، مع احترامنا لكل اخواتنا اللي من بنها. تعالوا نطلع ونسمع ونشوف رمضان طموح قال ايه ورسالته لجمهور النادي الاهلي اللي رفعت له الفلوس، ردا على انه بيحب الفلوس اكتر من الانتماء واكتر من حب جماهير النادي الاهلي. بس قبل ما حضرتك هتشوف الفيديو تدعمنا بلايك وشير، ولو اول مره تشوفني، اول مره تتابعني، اول مره تخش قناتي، تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان يوصل لك كل جديد بينزل على قناتنا قناه الاهلاويه على اليوتيوب. يلا نطلع ونسمع ونشوف رمضان طموح، وتعالوا لي تاني عشان عندنا كلام مهم جدا هنقوله في صدد هذا الفيديو. يلا بينا. حب الجمهور ودعمه ليك تحول من حب ودعم لانتقادات وسخرية مرات لاذعة؟ لا دي كلمة قوية قوي. لا خالص، ما حسيتش. ما قلبوش عليك؟ لا طبعا، الناس قلبت لما مشيت من الاهلي عشان ده وضع طبيعي وده اللي بيحصل مع اي حد، بس لا خالص ما شفتش، يعني مش حاسس بكره، يعني مش اللي حاسس انا بكره. مش طيب، حاسس بكره. لما حاسس الجمهور يقف في المدرج يمسك لك الفلوس ويقول لك هي دي فلوس يا رمضان؟ لا دي في الاول وفي الاخر دي حاجه هم يعملوها، بس انا كل اللي بيطلع من الجمهور من ساعه ما مشيت انا ما بحسوش اللي هو كوره. خلي بالك، طب حسيت الحركه دي ايه؟ لا مش الحركه دي، انا كنت في الماتش فمش مركز. خلي بالك، وانا لحد دلوقتي ما اعرفش انت هتصدقيني ولا لا، انا والله العظيم ما شفت ولا فيديو لحد دلوقتي، بس طبعا ولا حد اتقال لي. قال لك اتقال؟ لا اتقال لي طبعا، اتقال لي طبعا، وشفته واصحابي قالوا لي، وكنا واخدينها بهزار وضحك وافيهات وحاجات كده، يعني هم اللي اصلا عملوها لي وبيتريقوا عليا وبيضحكوا وبيهزروا وكده، فالموضوع عادي جدا. لكن يعني ولا يضايقك؟ لا والله ولا يضايقني دلوقتي، ما بقاش يضايقني حاليا. وقتها ضايقك؟ اصل انا في القصه دي بقالي دلوقتي سنتين، وبقالي سنتين ولا سنتين ونص، فالموضوع خلاص يعني اظن اللي هو عدى كده. لو انا هفضل متضايق يبقى خلاص بقى هرجع. نحست خلاص يا رمضان؟ اه ممكن تبقى جدتي نحست شويه. لما شريف اكرامي حصل معاه موقف مع الجمهور حط ايده على راسه وقال لهم ايه؟ قال لهم انتوا على راسي. ليه ما فكرتش ممكن تعمل حركه زي دي مع الجمهور؟ ما كنتش مركز والله، انا ما انا ما انا ما الكلام بتاع الجمهور كله اللي انا شفته او اللي انا سمعته يعني في وقت التسخين، وقت التسخين لما انا نزلت، هو ده بس الوقت اللي انا كنت حاسس بيه، عشان ما اقولكيش برضو اي كلام. لا هو ده بس الوقت اللي انا كنت حاسس بيه، عشان احنا بنسخن فما بقاش مركز قوي في الماتش، فاول ما نزلنا الدنيا بتبقى برضو سكوت، فانت سامعه الكلام ده، لكن اول ما بدا الماتش انا ما سمعتش اي حاجه فعلا. طب ركز السؤال ده، قوليلي ليه الاهلاويه دايما حاسين ان انت معاندهم دايما؟ هش، عارف هش؟ لا دي حركه قديمه قوي وانا طلعت قلتها، بس انا زي ما قلت لك، بصي اي حاجه في حياتنا في العموم يعني احنا ممكن ناخدها بالحاجه الحلوه والحاجه الوحشه، كل واحد بقى على حسب مزاجه او عايز يعملها ازاي او عايز انا دلوقتي هش دي انا عملتها من 2018 في كاس العالم، وقلت كده برضو ساعه الصوره، كنت دايما لما بنتصور بيبقى في تصوير للعيبه كلها، دايما بعمل كذا حركه، بعمل كده بعمل كده بعمل كده زي اللعيبه كلها، فانا لما رحت بيراميدز عملت نفس الحركه، بس هو الناس عشان عايزين ياخدوها في الاتجاه ده هياخدوها في الاتجاه ده، لو عايزين ياخدوها في الاتجاه التاني ويشوفوا 2018 لما انا عملتها في كاس العالم هياخدوها ويقولوا ده بيعملها من زمان مثلا، ومش معنى ان انا بعمل كده وش اللي انا بعملها لحد، لا هي يعني مش معناه ان انت بتسكتهم يعني. ولا اي حد، مين اصلا اللي محتاج مثلا يسكت جمهور الاهلي او يسكت النادي الاهلي او يسكت اي حد عامه؟ هو انا مثلا لو اللي شخص عادي عملت له كده هيسكت مثلا لو هو عايز يسكت؟ مش هيسكت بالظبط، فهو كلام مش منطقي يعني، بس هم ممكن يبقوا عايزين ياخدوه في الاتجاه ده عشان يلا بقى بالمره يعني. لسه بتحب الاهلي؟ اكيد لسه بحب الاهلي، هو متربي في الاهلي فاكيد لسه بحب النادي الاهلي طبعا، يعني ما فيش فرصه ان انا يعني هكرهه ليا، ايه اللي حصل عشان اكرهه؟ ما حصلش اي حاجه. قد كده انت ايجابي وبتاخد المواضيع بنص الكوبايه المليان. صبحي اتردد الفتره اللي فاتت انك عرضت على النادي الاهلي انك ترجع لهم والاداره رفضت، صح ولا غلط؟
انا عايز اعرف بس الكلام ده انت بتجيبيه منين عشان كده؟ هتردد مرتين. مرتين؟ مش مرة واحدة. انا اول مرة اسمعه منك حالا. طب صحح. حلو. لا مش هصحح يعني. بصي انا في الاخر مش عايز ادخل في حاجات ملهاش لازمة او حاجات ممكن تتسمع او حد ممكن يقول حاجة من دماغه. انا دلوقتي انا راجل بقى في نادي بيراميدز عادي، لسه فاضل له 3 سنين ومبسوط جدا في النادي ومش متضايق خالص. فاظن ان انا مش من حقي ان انا اتكلم على حد تاني او على نادي تاني عشان انا مش ملك للنادي ده. انا دلوقتي في نادي بيراميدز، نادي بحترمه وموجود فيه، عايز اعمل حاجه كويسه. فاظن ان انا مش حاجه كويسه ان انا اتكلم على نادي تاني او اقول اكذب او اقول ده حصل ولا ما حصلش. لا بس ممكن تكذب تقول لا ما حصلش حد بيقول عليا كده. هو التكذيب مش اللي انا كذب، انا بقول لحضرتك دلوقتي انا اول مره اسمع الكلام ده دلوقتي. يبقى ده معناه ايه؟ يعني اول مره انت ما عملتهوش. انا اول مره اسمع الكلام ده منك حد. بس يبقى معنى كده ان ما حصلش بالظبط. ولا حد قريب منك ممكن يكون تطوع انه يكلم الاداره يحاول يعمل حاجه يرجعك للاهلي؟ لا تقريبا لا. ما حصلش ده. لا ما فيش حد ممكن يعمل كده. لا 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 ما حدش يعمل كده من غير ما هيرجع لي يعني. طب ليه في ناس كتير ممكن تقول ان انت نفسك ترجع الاهلي؟ معرفش والله، دي برضه وجهه نظرهم. هو اللي يقول لي هو في الاخر الشخص اللي موجود قدامك اهو قاعد قدام حضرتك. فاكيد لا، انا ما بركزش في الحاجات دي خالص. انا زي ما بقول لك انا عندي شغل وعندي حاجه وملتزم بعقد مع نادي محترم، مع اداره محترمه، مع منظومه يعني الناس عايزه كلها تعمل حاجه، وانا واحد من الناس دي اللي عايزه تعمل حاجه. فما بركزش في الكلام ده. تلاقي واحد طلع كده قال لك ايه؟ انت من جواك عايز ترجع للنادي الاهلي. ايوه ده هو يقول بقى، زي ما انا ممكن اقول له انت من جواك بتكذب. وساعتها هيعمل ايه؟ تقول له ايه؟ هو لو عمل كده اقول له انت من جواك بتكذب، انت عايز تعمل كده بس عشان انت عايز الدنيا تفرقع تاني وعايز الدنيا ترجع زي الاول. يعني الناس بتبقى عايزه يبقى في حدث يعني. لان انت دايما بيسموك ابن النادي، انت عملت اعلان حافظينه لحد دلوقتي، ابن النادي ابن النادي، يعني الجمله حتى رنانه، فلحد دلوقتي ابن النادي هو يقول لك باع النادي. فعشان كده هو مصمم ان رمضان صبحي بتاعه مش عايز يسيبه، فلو مش عارف يجيبه بيقول انا عايز اعرف هو جواه ايه، عايز يرجع ولا لا. والله زي ما قلت لك دي حاجه برضه ترجع له. اصل بصي كلام اللي هو ابن النادي باع النادي ده في الاخر كله، ده في الاخر كله كلام. فاهم قصدي ايه؟ في الاول وفي الاخر انت اديكي قلتي ده كان اعلان. بتكبر دماغك؟ بكبر دماغي. اهو مش همك؟ لا مش هاممني من ايه بالظبط؟ مش همك الكلام؟ مش هاممني الكلام، عشان في الاخر الكلام ولا هيقدم حاجه ولا هياخر حاجه خلاص. بيضايقك اللي يقول رمضان صبحي باع تاريخه عشان شوية فلوس؟ هي شوية فلوس كتير، 40 مليون ولا 50 مليون؟ ولا المواقع بتقول أي كلام؟ قليلين. لا ده احنا معديين. معديين ال 50 مليون. لا خالص، خلي بالك الموضوع مش موضوع فلوس. انا بس بقولها بمجرد بس عشان دي. عشان دي بس. واحد زين، انت لسه اهلاوي؟ واحد زين اكيد لسه اهلاوي؟ اكيد. عايز سؤال واحلفك بابنك وحاد زين، عايز ترجع النادي الاهلي؟ اكيد طبعا نفسي ارجع النادي الاهلي، بس ما يبقاش غير بموافقه بيراميدز. يا حاد زين مفتقد النادي الاهلي؟ اكيد يعني. وحاد زين مفتقد جمهور النادي الاهلي؟ طبعا. ده شعورك ايه لما امشي؟ فرحت طبعا، فرحت طبعا. اهلاوي يا جدعان، الاهلاوي يا جدعان، الله بس رمضان الاهلاوي. طب انا عايز اعرف حاجه منك، انت الارقام يعني اول مره اسمعها. كبيره؟ كبيره. بس هو الموضوع انا مش الموضوع مش موضوع فلوس في الاول وفي الاخر زي ما انا قلت يعني. الموضوع كله مش موضوع موضوع فلوس. ايه طيب؟ لا هو موضوع مشروع، انا شفت الناس دي عايزه تعمل حاجه. الناس طبعا هتقول لك رمضان، يعني انت السؤال اللي انت بتساليه لي رمضان باع تاريخه؟ رمضان اصلا لسه ما عملتش تاريخ. الناس اللي انا كنت بشوفها في النادي الاهلي والكباتن، انا عندي 25 سنه على فكره. فلو الناس بتقول ان انا دلوقتي عملت تاريخ، لا طبعا انا ما عملتش اي حاجه، انا لسه ما عملتش اي حاجه فعلا. مش بقول كده كلام وخلاص، عشان لو انا فعلا عملت تاريخ فالناس اللي هي الاساطير بقى اللي بطلت لعبت وخدت بطولات قد كده دي تبقى عملت ايه؟ لا في العموم انا ما بندمش يعني. طب قولي ليه بيقولوا دايما الزمالك محتاج رمضان صبحي ورمضان صبحي محتاج الزمالك؟ والله مش عارف برضه هما بيقولوا كده ليه. الزمالك طبعا نادي كبير وبحترمه وبقدره جدا، بس ما اعرفش. انا زي ما بقول لك الناس ممكن تكون بتربط مثلا ان دلوقتي في مشاكل عشان رمضان مشي من الاهلي فيجيبوا اسمه مرتبط بالزمالك. لكن انا عايز اقول لك ان الحقيقه ولا في حد مسؤول ولا اي حد من الزمالك كلمني، ولا انا اصلا يعني انا برضه بسمع الموضوع زي ما بسمعه منك دلوقتي. مني دلوقتي؟ يعني بسمعه في على التلفزيون على السوشيال ميديا، بسمعه بسمعه من الحاجات دي. بس انا ما اعرفش يعني اللي بيقول كده بيقول كده على لساني او بيقول كده. انا ما بحبش اطلع عامه اكدب، انا بخلي اللي بيتكلم يتكلم
ولو انت شفتي هتلاقي كمان ان انا ظهوري مش كتير وما بطلعش وما بطلعش اوضح حاجات. فخلاص يعني كل واحد زي ما قلت لك، انا برضو لو طلعت ووضحت قلت ما فيش حاجه حصلت مثلا وحد تاني عايز يصدق هيصدق. هلعب معاك لعبه بسيطه خالص، شويه صور ونعلق، نسال سؤال، نتكلم اللي انت عايزه. لا لا، صور سهله. صوره مش سؤال. ماشي. الصوره الاولى كابتن محمود الخطيب. الخطيب يعني ايه لرمضان صبحي؟ اسطوره طبعا، يعني من صوري كنت بسمع من ساعات، انا ما وعدتش على كابتن الخطيب وهو بيلعب، بس دايما من ساعات ما طلعت الناس كلها بتتكلم على كابتن الخطيب. طبعا اسطوره، وبتمنى له التوفيق يعني وربنا يديله الصحه. بتحس انك خذلته؟ لا، دي كلمه كبيره قوي يا ياسمين. ليه؟ قال عليك زعلان عليه مش زعلان منه. لا، خذلته ليه؟ انا عملت ايه اصلا؟ ليه انت مكبره الموضوع كده؟ في الاول وفي الاخر مفيش حاجه. لا طبعا، كان بيفتتح الاستاد الجديد وانت قلت مش هلعب في النادي، ضربت له زي ما بيقولوا كرسي في الكلوب. هتصدقي لو انا قلت لك وحياه زين، انا ما كانش اعرف ان هم اليوم ده بيفتحوا الاستاد، والله العظيم ما كانش عندك علم. يعني انا كنت يعني في مسؤولين جوه النادي الاهلي كانوا عارفين ان انا مش مكمل في الاهلي، بس انا رايح فين؟ كان لسه بيراميدز بيتكلم، وكان لسه في انديه تانية بتتكلم، بس انا فعلا في اليوم ده اكيد انا مش قاصد، يعني انا مش بالوحاشه دي. كنت بقول لك انه لما اتسال عنك كابتن الخطيب قال زعلان عليه مش زعلان منه، تعليقك ايه؟ لا، ما مش فاهم هو الكابتن قال كده، يعني ما اعرفش هو زعلان عليا، كان نفسي وصل لك الكلام؟ لا، شفتها لما قال كده، بس انا ما اعرفش هو قال كده اللي هو نفسي كنت انا ابقى موجود، او انا لما رحت بره، فانا يعني انا مش عارف، انا ما فهمتهاش بصراحه، بس يعني كابتن الخطيب زي ما قلت لك اسطوره، يعني مش انا اللي هتكلم عليه يعني. رسالة أخيرة توجهها لجمهور الأهلي تقول لهم إيه؟ أنا بتكلم دلوقتي على واحد من بره، يعني بكلمك من بره، إن أنا مش لعيب كورة، بس أنا بكلمك على الجمهور بتاع الأهلي. دايما اللعيبة بتاعة الأهلي بتبقى محتاجة الجمهور يبقى في ظهرها ويسنده، فبتمنى لهم التوفيق، ولما هم بيشجعوا بيبقى في حماس في الملعب، الناس كلها بتطلع أحسن حاجة عندهم، فبتمنى لهم التوفيق، ودايما أكيد النادي الأهلي بيبقى عايز الجمهور بتاعه وراه. مستنية مني كلام أكتر من كده؟ مستنيك تقول لهم كفاية كده. كفايه كده، كفايه هجوم، كل واحد حر في اللي هو عايزه يعني. في الاخر انا مش هروح اقول ياسمين او اقول لحد انت قول كده ولا ما تقولش كده، وانا كمان مش متعود على كده يعني. حتى لو انا من جوايا الموضوع مثلا ياسمين مضايقاني، عمري ما هروح اقول لياسمين، وممكن تبقى ياسمين مستنيه مني اي حاجه. وكمان بصراحه صعب قوي اجي اقول لياسمين خلاص ما تتكلميش عني مثلا في البرنامج بتاعك، او ما تعمليش حاجه، او صعب قوي اقول كده. مش هتقول لهم سامحوني؟ لا، ده كلام على ايه؟ انا بسالك دلوقتي. من وجهه نظرهم زعلتهم. زعلتهم؟ فاللي بيزعل حد بيقول له سامحني؟ لا صعب. بس انا عايز اقول لك يعني كلمه كبيره قوي، اللي انا اقول لحد اصلا في العادي سامح، اللي بيسامح ربنا يعني. زي ما حضراتكم سمعتوا وشفتوا الحته بتاعت رامز جلال في نهايه كلامه لما يقول لك انا، مين قال الكلام ده؟ مين اللي قال ان انا عايز اروح النادي الاهلي؟ لا 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 لا، انا في نادي بيراميدز وبحب نادي بيراميدز ومسؤولي بيراميدز واي حاجه فيها بيراميدز يا جماعه. لا مش كده يعني، انا ما بقولش الكلام ده، وانا ما بطلعش ارد، ما انا بطلع ارد يعني لو في كلام. والسنه اللي فاتت زي اليومين دول في رمضان مع رامز جلال طلع وقال انا اهلاوي وانا بحب النادي الاهلي وانا نفسي ارجع النادي الاهلي، هو بلسانه يعني، مثلا مش هو وصى حد يروح يقول، لا ده هو بلسانه. بس اللي انا عايز اقوله لكم ان هو ساء طوب الارض على كابتن خطيب، وكابتن خطيب قال له انسى انسى، من ضمنهم اكرام الشحات ابو اكرامي او ابو شريف اكرامي، حارس مرمى النادي الاهلي السابق وحارس مرمى بيراميدز الحالي، ده كان من ضمنهم. ساء طوب الارض على كابتن خطيب، وكابتن خطيب قال له لا. بخصوص الجماهير اللي رفعت الفلوس، بيقول انا ما بصيت لهمش، ما خدتش بالي، ما شفتش وما بصيتش. الواد مهزوز من جوه، اوعى بالك ان هو طبيعي ولا ان هو عنده ثبات انفعالي ولا الكلام ده، لا يا فندم، الواد من جوه مقهور. انا عايز اقول لك على حاجه، ان رمضان صبحي خسر ملايين ملايين الملايين، اكتر بالملايين اللي هو خدها، خسر ملايين. يكفي ان شركة البطاطس وفي شركات اخرى كانت عاملة عقد اعلانات مع رمضان صبحي ولغته بمجرد ما مشى للنادي الاهلي. مين هيشتري منتج عليه صورة رمضان صبحي ورمضان صبحي زعل
90% من شعب مصر او 85% من شعب مصر مين؟ الزملكاوية. مش هيشتروا للزملكاوية. بتتكلم على الفلوس اللي طلعتها جماهير النادي الاهلي وبتقول انا ما شفتش. انا ما... لا شفت وسمعت. فالمذيعه بتقول له ليه ما عملتش زي ما شريف اكرام عمل لهم على دماغي على دماغي. راح قال له انا ما اعمل ايه؟ طب تعتذر لجمهور النادي الاهلي؟ اعتذر عليه وانا عملت ايه؟ لا ما عملتش حاجه. ما خدتش تدعيم من النادي الاهلي لما كنت دكه في ناديك وما كنتش بتلعب منتخب مصر والنادي الاهلي قال لك تعالى انا هاخدك اعاره ولما تحب ترجع اي نادي تاني احنا معاك لو عايزين نفعل نشتريك برضه احنا معاك هنقف في ظهرك وهنساندك. هنقف حائط صد امام اي صعوبات او اي ظروف. والنادي الاهلي وقفه على رجليه وخلاه يبقى لاعب اساسي ولاعب فعال في منتخب مصر ولعب مع الاولمبي المنتخب الاولمبي وحقق بطوله معاهم. كل ده النادي الاهلي ما عملش معاك حاجه ولا جمهور النادي الاهلي اللي دعمك. لما تزعله وتقول له شش ما تعتذرش تقول انا كنت بعمل كده من 2018. لا يا حبيبي انت كنت بتعمل كده لجمهور النادي الاهلي ومش جمهور النادي الاهلي اللي يتعمل له كده. كل النقاد الرياضيين قالت لك انت غلطان جمهور النادي الاهلي ما يتعملوش كده لان السلاح اللي مالوش ردع هو الجمهور. ما تقدرش انت بمفردك تقف قدام ملايين الجماهير سواء الجماهير دي صح او غلط ما ينفعش تقف قدامها. الجماهير دي عامله زي الطوفان هتاخدك في سكتها وهتندسر ومش هيبقى لك اي شكل ولا اي لون. النادي الاهلي وقفك على رجليك جابك من ناديك اللي انت كنت قاعد فيه احتياطي وما كنتش بتلعب وعلى سعرك. لما كابتن خطيب يقول لك انا هعرض عليك 10 قروش وانت تقول له لا انا معروض عليا 20 قرش تقول له لا بس احنا قدرتنا ان احنا ندفع لك 10 قروش وفي اعلانات وفي رعايه وفي 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 حاجات من تحت الترابيزه وفي حاجات كتير هتاخدها. والكابتن خطيب تقول له خلاص انا معاك وانا في ظهرك وانا يروح الراجل مدي اوردر للمساعدين والناس اللي مع النادي الاهلي حطوا صورك في استاد النادي الاهلي والسلام وانت تيجي بالليل تروح موقع لبيراميدز وتقول لي انا ما زعلتش جمهور النادي الاهلي. في مقوله تقول لك ايه؟ طعنه العدو تمزق الجسد اما طعنه الحبيب تمزق القلب. لما جمهور النادي الاهلي ياخدك حبيب وصاحب واخ وابن ليهم وفجاه تخون الامانه دي اسمها خيانه امانه. اديك رحت مع بيراميدز، بيراميدز بيديك العقد اللي انت اتفقت معاهم عليه؟ مستحيل. بيراميدز كان حاطط بنود وشروط الحصول على بطوله الدوري، الحصول على بطوله الكونفدراليه، الحصول على دوري ابطال افريقيا، الحصول على كاس مصر، الحصول على كاس السوبر، الحصول على كاس السوبر الافريقي. هل انت حققت اي بطوله من البطولات اللي انا ذكرتهم يا رمضان؟ ما حققتش حاجه. فتم خصم اجتزاء جزء كبير من مستحقاتك في سبيل ان انت ما حققتش هذه البطولات مع الفريق. وبالتالي ما بتاخدش الفلوس اللي اتفقتوا عليها، وبالتالي كان في بينك ما بين بيراميدز مشاكل الفترة الأخيرة، فما تطلعش تعمل نفسك الواد اللي هو هادي وراسي وعاقل، وأنت هتتجنن وهتشعل من جوه، ولما كابتن خطيب بيقول أنا زعلان منهم، أنا مش زعلان منهم، أنا زعلان عليهم، تقول أنا ما فهمتهوش وعامل لي عبيط، لا يا عم ما كل الناس فاهمة. ان مش زعلان منك هو مش زعلان منك انت ضريت نفسك بنفسك. والدليل اهو اسم رمضان صبحي فينه فينه من الساحه الرياضيه؟ فين الظهير الاعلامي اللي بيساند رمضان صبحي؟ فين الظهير الجماهيري اللي بيساند رمضان صبحي؟ عايز تروح الزمالك اتفضل. كل الزملكاويه اللي في الزمالك بيطفشوا وبيسيبوا النادي، منهم مصطفى محمد ومنهم ابو جبل ومنهم كهربا اللي مشي وساسي والنقاش كله بيمشي. حد يروح لمرتضى منصور برجليه؟ حد عاقل يروح لمرتضى منصور برجليه؟ انتهى الفيديو بتاعنا. ما تنساش عزيزي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير للفيديو. لو اول مره تشوفني اول مره تتابعني اول مره تخش قناتي تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان يوصل لك كل جديد بينزل على قناتنا قناه الاهلاويه على اليوتيوب. بشكركم مره واثنين وثلاثه وعشره. كان معاكم اخوكم هاني الشرقاوي والسلام عليكم.